انا النهارده يعني انا مش مستضيف ضيف عادي، انا النهارده قاعد مع حد من اقرب الناس لقلبي، مش صاحب عادي يعني، هو بالنسبه لي بجد في السنتين الثلاثه الاخرى هو شخص من الناس السبورت جدا اللي في ظهري طول الوقت، اخويا يعني. انا النهارده معايا حد مش عارف هعمل الحلقه معاه ازاي وهقول ايه، وهو بقى ايه اللي هينطلق. بس اللي انا عايز اقوله اني مش اي حد يعرف يخرج من نقطه كان فيها هو ناجح جدا جدا لنقطه تانية هو عايز ينجح فيها لان هو بيحبها من هو صغير. معانا العالمي الجامد جدا، النجم اللي يعني ايه نجم الكوره ونجم الفن ونجم الاحساس، احمد صلاح حسني. حبيبي ازيك حبيبي؟ مش عارف انا عامل معاك انترفيوز ايه، مش عارف يعني. انا بس هو قبل ما نبدا قال لي بص طش ضحكني والحلقه بوز، فيعني قلت له فاحنا هنبدا كده يعني انا اخش على طول في خش على طول. بس قبل ما تخش عايز اقول لك مبروك على البرنامج، يعني انت دايما معودني انا شخصيا انك بتعمل حاجه حلوه، بتعمل حاجه مختلفه، فانا فرحان لك جدا بالبرنامج وشايف ان هو لامس الناس وانت بتجيب قصص عن ناس عملت تقريبا معجزات، وده بيفرق مع الجمهور ان هم يشوفوا فعلا نماذج حلوه، فانا فرحان لك جدا ومبسوط اني معاك طبعا. انت قصه كبيره يعني، انا النهارده لما قعدت مع التيم وبنحضر الحلقه وبقول انا يعني الراجل ده عمل حاجه فعلا مش كل الناس تقدر تعملها، يعني انا بقول حتى في المقدمه قلت اشتغل حب اللي انت بتعمله عشان ان شاء الله يجي الوقت اللي تعمل اللي انت بتحبه. يعني في ناس ما بتقدرش تعمل في الاول الحاجه اللي هم بيحبوها، مش قادرين، يعني الظروف خلتهم انا خلاص هطلع هبقى محامي، انا هبقى دكتور، انا عشان انا الاب والام دكاتره، انا عشان مش فغصب عني طلعت هنا وجي الوقت نجحت قوي في الحته اللي اتحطيت فيها، الظروف حطتني فيها غصب عني، وجيت بعد كده لما بقيت جامد ونجحت فيها بقى عندي القوه والقدره اللي انا اعمل اللي انا بحبه. هو انا ما عملتش معجزه، هو او بالنسبه لي انا ما عملتش معجزه، هو اللي انا عملته وانا عملت الحاجه اللي انا بحبها، الحاجه اللي عندي فيها باشن. علشان في اي شغلانه هتشتغلها في حياتك في السهل وفي الصعب، طبيعي ان البني ادم مش اول حاجه تجيله هي السهله، ومش طبيعي ان انت تعمل حاجه تبقى انت بتفكر انه الحاجه اللي بحلم بيها هعملها من اول مره، لا طبيعي ان انت تعمل حاجات غصب عنك وتشتغل كذا شغلانه او تبقى مش في الكومفورت زون بتاعتك، بس اهم حاجه ان انت تبقى ماشي في الطريق اللي انت بتحبه، لان لو انت ما بتحبش شغلك الصعب ده هيبقى صعب قوي مش هتستحمله فمش هتكمل. بتشوف شباب كتير بيبدا شغل ويوقف، لا بس بيخشوا في حاجه تانية وبيجربوا حظهم وبيشوفوا اللي ممكن ينجحوا فيه، وربنا يكرمهم. هي تجربه الحظ هنا لازم تبقى ذكي، انت عمرك ما تجرب حظك في كذا حاجه لو انت ما بتحبش الحاجات دي او ما عندكش فاشن. صح لازم تدور على الحاجه اللي انت بتحبها، ومن مصلحتك ان يبقى في مشاكل كتيره، ومن مصلحتك ان يبقى في ناس بتقول لك لا مش هتقدر، كل ده المفروض يبقى فيول ليك. لما تحقق الحلم ده هتحس بقيمته قوي، انه قد ايه كان صعب وقد ايه كان بيتقال لي مش هتعرف، انت يا عم لعيب كوره هتمثل ازاي؟ انا عايز ارجع بس خطوتين ورا، انت عرفت امتى اللي انت بتحب التمثيل؟ عرفت امتى اللي انت بتعرف تلحن حلو قوي؟ عرفت امتى ده؟ ومين علمك الجيتار؟ لا اتعلمته لوحدي. لو حته الجيتار بس عشان أقسم سؤالك صح، يعني هو أنا عرفت إزاي؟ أنا عارف من الأول، يعني أنا عارف من الأول، أنا من قبل ما ألعب كورة أنا عايز أمثل أصلا، يعني أنا ده أنت بتتكلم من البراعة، من الناشئين. أنا أصلا من قبل الناشئين في ثانوية عامة رحت لوالدي وقلت له أنا عايز أخش مع التمثيل. أيوه وقتها كنت بلعب في كنت كابتن منتخب ناشئين، وكنت بلعب في منتخب أولمبي نادي هليوبلس. كنت لا كنت رحت الأهلي خلاص، بس كنت كابتن منتخب ناشئين بلعب في المنتخب الاولمبي مع كابتن حلمي توران، وكان الجيل الاكبر مني اللي هو كان محمد فاروق وسيد عبد الحفيظ والفرقه دي يعني، وايمن عبد العزيز، دول كانوا اكبر مني. وبعد كده اتصعدت فريق اول بقى، كنت في النادي الاهلي وحضرت كابتن شوبير، كانت اخر طبعًا سنه ليه. طبعًا. لقيت نفسي رايح للحته بتاعت ايه، انه انا عايز ابقى ممثل، بس كل حاجه بتحصل حواليا بتقول لي انت لعيب كوره ومش لعيب كوره عادي، يعني لان السنه اللي بعديها احترفت. فلما جالي الاحتراف سكت بقى، قلت يعني اكيد انا غلط، يعني اكيد انا عندي تالنت في حته وباينه جدا وبحترف. وكان وقتها ما فيش حاجه اسمها، وربنا كرمك بيها، وقتها ما كانش في حاجه اسمها احتراف ناشئين اصلا، يعني كان اللي احترف عندنا مجدي عبد الغني
وكانوا احترفوا بسبب كاس عالم. ايوه صح. يعني لا وكان كابتن هاني رمزي ورمزي رمزي طبعا من الاول خالص من اول الناس اللي طبعا اللي فالنماذج ما كانتش كتير علشان تبقى انت كونفيدنت قوي ان انت ايه هتحترف تظهر في الوقت ده. فمشيت في حته كان الكرة. عندك كام سنه لما احترفت؟ 18 19 سنه بس. 18 اخر ال 18 سنه 19 سنه. طب لما قلت للوالد انا عايز اسيب الكوره وامثل مش عايز اقول لك عمل ايه؟ ايوه كان رد فعله. لا رد فعله طبعا اللي هو انت مجنون يعني انت في الحته دي كل الانديكيشنز بتقول او كل انت ناجح هنا العلامات بتقول انت خلاص في حته كبيره. ايوه انت بتلعب كوره في النادي الاهلي وجالك احتراف في المانيا وبتلعب في المنتخبات كلها بجميع الاعمار وفي النادي بتلعب في جميع الاعمار وتصعدت درجه اولى فايه اللي يخليك تقول انا عايز اخش معها التمثيل؟ ايوه اللي يخليني اقول ان انا عايز اخش معها التمثيل ان انا دي الحاجه اللي انا بحبها والحاجه اللي من جوايا حاسس ان انا عندي موهبه فيها. بس وانت صغير بتبقى مكسوف يعني ممكن يبقى جواك طاقه كبيره جدا مش قادر تطلعها قدام الناس مش عارف تقولها ولا تطلعها وده ملوش علاقه يعني انا مش عايز اقول ان اهلي كانوا كاتمني لا خالص بالعكس ده هم كانوا اوبن جدا بس محدش كان مستوعب ده لان انا نفسي ما كنتش بحب ابينه وعرفت ان دي شخصيتي اصلا بعد كده ان انا ايا كان اللي انا حاسه ما بحبش اطلعه ما بحبش ان كل الناس تبقى عارفاه ممكن قليلين يبقوا عارفين تفاصيل عني بس ومشيت بقى في موضوع الكوره بيعمل بنتريشن واختراق جميل والله حلو من ناحيه الشمال وادي محمد ابو العلا وتاني صلاح حسني والجون الثاني لمصر روعه 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 احمد صلاح حسني كابتن منتخبنا الوطني يا ولد يا جلبرت لعماره وكوره بالعرض خطره وهوبا يا جوجل جوه جون احمد صلاح حسني الاوفر بتاع الجون جون 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 جميل احمد صلاح حسني